سائل يقول: متى يفطر الصائم؟ هل بمجرد سماع المؤذن أم ينتظر حتى نهاية الأذان؟ والجواب أن المستحب أن يعجل الصائم الإفطار، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، متفق عليه. وفي الحديث عند الإمام أحمد يقول الله تبارك وتعالى: أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا، حتى أنه لو لم يجد الماء إذا كان في طريق أو نحوه استحب له أن ينوي الفطر ولا يؤخر ذلك، عملا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم.